هدفنا هو تحرير مصر وتوصيل مصر الى هي احسن مكان ممكن. بعد السرور نلتقي اليوم على ارض مديريه الشباب ورياضه دينهم. ان مديريه الشباب ورياضه دينهم هي الجهه الاولى للشباب والرياضه. لهم معهم طويل في مجال الرسوم والفنون التشكيليه. نتمنى ان نضع كل امكانياتنا في بناء وهكذا تعودنا ان الاراده قويه ان شاء الله لدى الجميع. يوم مبارك وجميل أن نكون بين شبابنا الكرام من الفنانين التشكيليين، وكان لدينا رؤية واضحة لهذا العمل المميز والمتواصل. اليوم شبابنا حقيقة بكل الفرق التطوعية والشبابية في كل تشكيلاتها من رياضيين وفنانين وأيضا طوعين، لهم بصمة في كل مكان وفي كل حي من أحياء مدينة الموصل. واليوم حضرنا حقيقة دعوة من مديرية الشباب لافتتاح هذا المعرض المميز بأقلام وسواعد أبنائنا وبناتنا من الموصل، الذين حقيقة أرفدوا دائرة الشباب بهذه اللوحات المميزة. اليوم تشرفت مديرية الشباب ورياضة نينوى بإقامة المعرض الفني الأول في المحافظة بالتعاون مع المركز العمل الطوعي ومتطوعي منظمة ألواني. هذا المعرض الفني الأول في محافظة نينوى جاء ليبعث رسالة إلى العالم والعراق أن محافظة نينوى عادت لتنهض بنشاطاتها الثقافية والفنية والاجتماعية، وأن مديرية الشباب ورياضة نينوى هي منبر الإبداع وانطلاق المواهب الفنية وفي كافة المجالات. ندعو الحكومة المحلية إلى دعم هذه النشاطات والفعاليات الرياضية حتى تبرز مواهب جمة نستطيع من أجلها أن يبرز شباب قادر على أن يحمل اسم نينوى والحدباء إلى سابق عهدها. هذا المعرض يمثل باسم ألواني، اللي هو يمثل جميع ألوان الفن اللي موجودين. مع العلم هذا الفريق فريق تطوعي، فريق فني وتطوعي، والحمد لله والشكر كان هذه المشاركة الأولى بهذا الاحتفال، والحمد لله والشكر كان ناجح بحضوركم وحضور الموجودين. قيمة اليوم بالتعاون مع منظمة ألوان الموصل معرض مهرجان فني للصور بالتعاون المشترك مع شعب الثقافة وفنون الشباب في مديرية شباب رياضة نينوى ومع فريق ألوان الموصل التطوعي، وأخذ بيد الشباب بالتعاون معهم في جميع المجالات الثقافية والفنية والرياضية. صراحة هذا المعرض يجسد العمليات والفعاليات الموصلية، التراث الحقيقي لمدينة الموصل، وكان هناك نوع من أنواع الرسومات التي كانت تهدف لعمليات التحرير وأهالي نينوى أثناء النزوح. اليوم هذا المعرض معرض جميل جدا، منبثق من أفعال شبابية تطوعية. ندعم هؤلاء الشباب الذين كان لهم بصمة في محافظة نينوى، ونتمنى أن يكون هناك المعارض جديدة والمزيد من المعارض لتجسيد نينوى وحضارتها العريقة.